السلام عليكم. مسلك أممي يمس شرعية الدولة اليمنية ويتنافى مع الأعراف الدبلوماسية، هذا ما تقوله تحركات ممثلي البرامج الأممية المترددين على مكاتب الميليشيا في صنعاء المختطفة بفعل الانقلاب والاجتياح. وبحسب متابعين فإن الأمم المتحدة تتعمد البرهن على أنها تتعامل مع حالة فراغ سياسي في اليمن، أدلة عديدة على تواطؤ المنظمة الدولية في تقديم إسناد مباشر وغير مباشر لسلطة الانقلاب بصنعاء على نحو يكرس رؤيتها المنقوصة إلى الوقائع السياسية في بلادنا. حزمة القرارات صادرة عن مجلس الأمن بعضها تحت الفصل السابع تؤكد جميعها على احترام الشرعية الدستورية ووحدة التراب الوطني، لكنها للأسف لم تقنع ممثلي برنامج الغذاء وغيرها من الوكالات التابعة للأمم المتحدة بمراعاة التقاليد والأعراف الدبلوماسية. منسق الشؤون الإنسانية أيضا عمل طيلة الأيام الماضية مرافقا شخصيا لعضو مجلس العموم البريطاني أندرو ميتشل الذي جال في كل من صنعاء وصعدة حيث يتكدس السلاح الذي يحارب به الحوثيون اليمنيين. مراقبون يقولون إن المسلك الأممي لا يغدو عن كونه ضغطا من قبل الأمم المتحدة بطريقتها على السلطة الشرعية لحملها على القبول بخطة للحل السياسي تحمل بذور حرب مستدام أكثر من أن تكون حلولا لسلام مستدام. وهنا نتساءل، أين الدور الدبلوماسي للسلطة الشرعية إزاء مثل هذه التجاوزات للأعراف الدبلوماسية من أطراف أممية وجهات دولية أيضا؟ ولما لا تبدي الحكومة حساسية تجاه مثل هكذا تصرف يمس شرعيتها وينتقص من السيادة الدبلوماسية للدولة اليمنية؟ مشاهدينا الكرام، حول هذه الأسئلة ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة. نذهب بداية لمشاهدة هذا التقرير. حالة من الانفصام تتلبس الأمم المتحدة وهيئاتها العاملة في اليمن، فحين تعلن الأمم المتحدة عبر أمينها العام ومبعوثها لليمن أنها لا تعترف بغير الحكومة الشرعية تتصرف على الأرض عكس ذلك. سلسلة من اللقاءات والمشاورات وتقديم أوراق اعتماد لعدد كبير من مسؤولي الأمم المتحدة ومنظماتها قدمت خلال الأسابيع القليلة الماضية إلى قيادات ومسؤولي الميليشيا في صنعاء. وفي واحدة من أكثر الأمور إثارة للغرابة، تقديم عدد من مسؤولي الهيئات الأممية أوراق اعتمادهم لحكومة الانقلابيين التي لم تحظى بأي اعتراف دولي، كان آخرهم القائمة بأعمال مكتب منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة اليونسيف في صنعاء التي قدمت أوراق اعتمادها لوزير خارجية الانقلاب. لم تكن تلك الحادثة الوحيدة، فقد سبقها قيام الممثل المقيم لبرنامج الغذاء العالمي بتقديم أوراق اعتماده لحكومة الانقلاب أيضا، وتزامن ذلك مع استقباله كبيرة مستشاري المبعوث الأممي لليمن والمكتب السياسي التابع للأمم المتحدة في صنعاء. وعقب اللقاء أعلن عن ثلاث وظائف استشارية في مكتب المبعوث الأممي بصنعاء، وهو ما يعني إقفال مكتب المبعوث الأممي على الانقلابيين. إلى جانب مسؤولي الأمم المتحدة، ما زالت السفارة الروسية تعمل بشكل واضح ومعلن إلى جانب تحالف الحوثي والمخلوع، وما زال القائم بأعمال السفير يلتقي بشكل دوري بقيادات الانقلاب. الحكومة الشرعية لا يبدو أن مثل هذه القضايا تشكل لها أي نوع من الحساسية، ولم تتقدم حتى اللحظة بأي احتجاج رسمي للأمم المتحدة، مكتفية بتوجيه دعوة للمنظمات الدولية بالانتقال إلى العاصمة المؤقتة عدن. يرى خبراء أن استمرار تعاطي المنظمات الأممية والدولية مع الانقلابيين من شأنه إطالة أمد الأزمة وإعاقة أي مسار للحل السياسي، واعتماد الميليشيا على الدعم الفني واللوجستي الذي تقدمه تلك المنظمات لها في صنعاء. لم يقتصر الدعم الدولي على مجرد فتح مكاتب المنظمات وتقديم أوراق الاعتماد للانقلابيين، بل تجاوز ذلك إلى درجة تقديم منح مالية لمنظمات ومؤسسات حكومية واقعة تحت سلطة الحوثيين، وذلك ما قد يعني تزويد الميليشيا بسيولة مالية تجعلها قادرة على إطالة أمد الأزمة والحرب. استمرار تجاهل وجود الحكومة الشرعية والتعامل مع الحكومة الانقلابية دليل على ازدواجية المعايير في المنظمة الدولية وعلى الفساد الذي يعصف بكيان المؤسسات التابعة لها. إذن مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه الحلقة سيكون معي المحلل السياسي عبد الله إسماعيل من القاهرة عبر سكايب، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ عبد الله. مساء الخير أختي.
اهلا بك معنا استاذ عبد الله في المساء اليمني. بدايه يعني ممثلو وكالات وايضا برامج تابعه للامم المتحده يسلمون اوراق اعتمادهم لميليشيا غير شرعيه، برايك ماذا يعني هذا على مستوى او على صعيد الاعراف الدبلوماسيه؟ يعني اولا دعيني اوضح بعض المسائل الهامه في قبل ان يعني ان ندخل في صلب الموضوع. اولا انه بالفعل هنالك صعوبه من قبل الحكومه الانقلاب على تسويق نفسها بالمطلق عالميا، وحتى وان كان هنالك بعض ما يمكن ان يرى على انه انفتاح على هذه الحكومه فهو من باب في بعض الاحيان وفي اغلبه هو للتسويق الاعلامي لا اكثر. ما زالت الحكومه الشرعيه هي الممثل الوحيد للشعب اليمني والتي يتم التعامل بها في كل المحافل الدوليه، وبالتالي هذا امر لا بد ان يوضع في اساسه وفي اطاره. الامر الاخر أن ما ينطبق على السفراء لا ينطبق على المنظمات والهيئات التابعة وخاصة التابعة للأمم المتحدة. هنالك أمر مهم في هذا الأمر، لا يجري الاعتراف بمكاتب المنظمات بشكل تقديم أوراق اعتماد، وموضوع تقديم أوراق اعتماد هي كذبة كبرى يبدو أن الحوثيين يحاولون تسويقها عبر وكالة أنبائهم سبا، ويبدو أيضا أننا نتلقف كثيرا منها دون تمحيص. هناك يعني تصريح واضح من قبل وزارة الخارجية الرسمية الشرعية أن هذا الأمر لم يحدث، ليس هناك تقديم أوراق اعتماد في هذه المواضيع، هناك اتفاقيات، هذه الاتفاقيات تؤسس وتوضح طبيعة العلاقة بين المنظمات التابعة للأمم المتحدة والحكومات، وبالتالي أي خروق لهذا الأمر هو خروق للاتفاقية مع منظمة الأمم المتحدة، وهذه المنظمات تفقد شرعيتها وتفقد شرعية العمل في الدول التي تريد أن تستهدفها، وهذا ما حدث في وقت سابق فيما يخص أبو الزلف، ونحن نتذكر هذا الأمر عندما حاول هذا الرجل أن يحور ويحول أداء مكتب مفوضية حقوق الإنسان. كانت أداء الحكومة واضحا في أنه ليس فقط على أنه تعامل مع الحكومة الإنقلابية أو مع سلطة الأمر الواقع، ولكن لأنه خالف الاتفاقيات. نعم، لكن أستاذ عبد الله اسمح لي. نعم أستاذ عبد الله اسمح لي، يعني قد يكون حديثك صحيحا في مسألة تسويق الميليشيا نفسها أمام المجتمع الدولي بهذا الشكل وأنها ربما كذبة كبرى مسألة أوراق اعتماد، ولكن يعني وجودهم في صنعاء ولقاءاتهم أيضا موثقة وواضحة، يعني أكثر من ممثل لأكثر من برنامج ذهبوا ل يعني زيارة حكومة الانقلاب وممثلة ببعض الوزراء، هناك زيارة ميدانية أيضا موثقة وظاهرة العين، ما الذي يعني ذلك؟ أنا لم أنفي هذا الأمر، يعني أنا فقط يعني أوضح بعض المسائل حتى نستطيع أن نناقش هذه المواضيع في إطارها الحقيقي والصحيح. هي نعم. بالفعل هنالك تحركات، وهذه التحركات كنا نشتكي منها من وقت مبكر، يعني هي لم تكن وليدة الأمس ولا حتى بعد إعلان حكومة الانقلابيين بين قوسين، هي كانت ممارسات تتبعها للأسف هذه المنظمات، وتحدث الجميع كثيرا على هذه الممارسات التي لم يعني هي تعدت اللقاءات الرسمية، ولكن وصلت إلى في بعض الأحيان إلى التماهي مع فعل بعض أو بعض أفعال الحوثيين وميليشيات الحوثي، ويعني على سبيل المثال ما يخص مسألة مصادرة المواد الإغاثية التي تأتي ثم توزيعها باسم الحوثيين في مناطق، وكانت هذه الأمور تتم تحت نظر وسمع وبصر هذه المنظمات وممثليها. لا ننسى أيضا أنه الحصار الذي فرض على تعز لم يزره هؤلاء على الإطلاق، بل منع ممثل اليونيسيف أن يذهب أو أن يدخل إلى مدينة تعز، ولم تتحدث المنظمة الدولية. هناك كثير من الأسئلة والعلامات الاستفهام بالفعل يعني تدور حول هذا الأمر، وبالتالي لم يعد خافيا على أن هنالك من المنظمات من تريد أن يعني أن تشرع لوجود السلطة الأمر الواقع. هي تنطلق من 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 أكثر من بيان، يعني صدر من بعض هذه المنظمات أنها تبرر ذلك بأن عملها إنساني وأنها لابد أن تلتقي بجميع الأطراف. نعم. بالتأكيد هذا الأمر يمكن أن يوقد به، لكن هنالك بعض التصرفات التي لا تندرج تحت العمل الإنساني وترتيب يعني مواضيع الإغاثية أو عمل هذه المنظمات في الداخل. نعم. هنالك
بالتأكيد كثير من هذه الأسئلة توضع يعني أمام علامة استفهام بالتأكيد. إذن دعنا ننقل هذه الأسئلة أستاذ عبد الله للدكتور ياسين سعيد نعمان سفير اليمن لدى المملكة المتحدة البريطانية عبر الهاتف من لندن. مساء الخير دكتور ياسين. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك معنا في المساء اليمني دكتور ياسين. يعني لو بدأنا بالحديث عن زيارة أعضاء من مجلس العموم البريطاني إلى صنعاء، ما الذي تشكل مثل هذه الزيارة؟ تقصدين زيارة السيد أندريا ميشيل إلى صنعاء مؤخرا؟ نعم. الحقيقة الزيارة كانت طبعا تحت عنوان متابعة بعض القضايا الإنسانية بتكليف من أقول أصح بدعوة من منظمة أوكسفام. نعم. وقد سبقها كثير من الاتصالات وطبعا النقاشات التي دارت حول الجانب الإنساني والمساعدات الإنسانية المقدمة من المملكة المتحدة لليمن تحت هذا العنوان. لكن طبعا هناك فعلا أسئلة كثيرة تطرح، ومن حق طبعا سواء كان المشاهد العادي أو المشاهد المختص أن يطرح هذا السؤال: لماذا الزيارة في هذا الوقت بالذات؟ وماذا تعني؟ وماذا تحمل أيضا من مضامين أو من مدلولات؟ نعم. أنا كنت حقيقة قد تحدثت مع السيد ميشيل عندما أخبرني بأنه سيزور اليمن، وكان حديثه حين ذاك أنه سيقوم بزيارة إلى اليمن ولم يحدد أين، لكن قال سيزور صنعاء وعدن والأماكن التي تشتغل فيها أوكسفام. نعم. عندما سألته طبعا أنت كعضو يعني للمجلس عموم ووزير سابق في الحكومة البريطانية التي تتعامل مع الشرعية وتدعم بالفعل الحل السياسي القائم على أساس المرجعيات الثلاث التي هي المبادرة الخليجية ومحرقات الحوار الوطني وأيضا القرار 2016. نعم. قال هذا لا يؤثر مطلقا، ولكن خذوا بعين الاعتبار أن الشرعية في الوقت الحاضر هي أيضا تتفاوض مع الطرف الآخر وتبحث عن عملية السلام. قلت له سيدي طبعا نحن هذا محسوب للشرعية كحب للشرعية وليس عليها أنها تبحث عن السلام، بالرغم أن الانقلابيين خلال الفترة الماضية رفضوا كل الأيادي الموجودة من أجل العودة إلى العملية السياسية، ولذلك أرجو ألا أن يكون إصرار الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس عبد الرب منصور هادي أنها تبحث عن السلام يكون حجة لمن يريد أن يطبع الأوضاع مع الانقلابيين في صنعاء. نعم. قال هذا لا يؤثر من وجهة نظرنا على اعتبار أن هناك جوانب إنسانية نحن مسؤولين عنها، طالما أن المملكة المتحدة تقدمت بحوالي 100 مليون جنيه نريد أن نعرف كيف توزع، وهناك شكاوي مطروحة من أكثر من طرف أن المنظمات المعنية بتقديم الدعم لا تشتغل إلا في أماكن محددة. كان هذا هو التمويل الحقيقة الذي طرحه السيد عضو مجلس العموم البريطاني عندما غادر إلى اليمن، وبالتالي هذه المظلة العامة التي يشتغل في ظلها الآن كثيرون تحت هذا المنطق الذي يجري تسويقه بأنه طالما أن الحكومة الشرعية تتفاوض مع الإنقلابيين فاتركوا فرصة للآخرين أيضا أن يبحثوا ما هي الإمكانيات التي عند الطرف الآخر للبحث أو للاختبار مصداقيتهم. نعم. نحو السلام. وتحت هذا العنوان حقيقة تجري كثير من يعني من الاحاديث اليوميه والنقاشات اليوميه التي نعم. طبعا نعم نعم، لكن الا تعد هذه سيد يعني مغالطه للمجتمع، حيث ما يظهر للاعلام ويظهر للناس ان هناك تعامل مباشر مع هذه الميليشيا، يعني لم تقم اي منظمه من هذه المنظمات بزياره الحكومه الشرعيه في عدن، لم تستجب لمطالب الشرعيه بنقل مكاتبها والعمل من خلال من عدن. انا اتكلم عن منظمات، انا اتكلم عن عضو مجلس العموم البريطاني الذي نعم. حكومته تدعم الشرعيه. نعم. وبالتالي هذا النقاش الذي يدور الآن، لكن أنا في رأيي الشخصي يجب أن لا نعطي هذا الموضوع أكثر مما يستحق. هناك طبعا في مجلس العموم البريطاني نقاشات مستمرة حول الجانب حول الحل السياسي. نعم
حتى الآن في لدى الحكومة البريطانية والمجتمع البريطاني هو دعم الحكومة الشرعية ورفض الانقلاب الذي قام به الحوثيون والصالح. هذا الاتجاه العام هو الذي يفترض أن يشتغل في إطاره. بعد ذلك هناك تبريرات يطرحها البعض نسمعها بيحول الآخر من أكثر من طرف، ومع ذلك العمل اليومي مع هؤلاء مستمر. وأعتقد أن محاولة الطرف الآخر إعطاء هذا الموضوع الأهم يعني هذه الأهمية المبالغ فيها، أنا أعتقد أنه يعني هذا لا يؤثر إلى حد إلى أنا أعتقد لا يؤثر إلى حد كبير على الدعم الذي تقدمه بريطانيا على الصعيد العودة للعملية السلمية، دعم الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس هادي. وفي نفس الوقت أيضا لديهم هذه الضغوط التي يواجهها يوميا في الجانب الإنساني، ونسمع نحن عن قضية السلاح وإلى آخر يوميا في نقاش يومي يدور، ونعرف أن هناك قوى ضغط كثيرة، لكن حسابات هذه الأطراف السياسية داخل البرلمان وداخل الحياة السياسية العامة في بريطانيا تأخذ بعين الاعتبار. نعم دكتور ياسين، يعني إذا برأيك ما الذي على الحكومة الشرعية القيام به من خلال يعني مؤسساتها المختلفة منها دبلوماسياتها في الدول الأخرى لإيصال رسالة يعني ربما احتجاجية لمثل هذه الخطوات التي تقام، أو أيضا لإيصال رسالتها كحكومة شرعية ينبغي التعامل معها أولا بأول؟ أنا أعتقد الحديث عن احتجاجات في الوقت الحاضر يعني وخاصة بهذا المستوى يعني أرجو أن لا نبالغ فيه. في 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 يعني الموضوع في تقديري يجب أن يعني يعالج دبلوماسيا. نعم. ويجب في هذه الحالة أن تكون هناك نقاشات مستمرة. نحن لا 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 نتصور أن كل ما يمكن نطرحه للناس أن يقتنعوا فيه. لكن لابد أن تكون لدينا حجج معينة. الشيء المهم هو حتى الآن محاولة اختراق الموقف الدولي من قبل الطرف الآخر والحديث عن الشرعية إلى الآن أنا أعتقد لم يستطع الطرف الآخر أن يخترق المجتمع الدولي فيما يتعلق بالشرعية بشرعية. هذه القضية يجب الحفاظ عليها. في إطار هذا الموضوع ستنشأ بعض الأحيان كثير من يعني الممارسات التي قد لا نرضى عنها، ولكن يجب أن نعالجها دبلوماسيا قبل أن نتحدث عن احتجاجات. نعم. إذن شكرا جزيلا لك دكتور ياسين سعيد نعمان سفير اليمن لدى المملكة المتحدة البريطانية، كنت معنا عبر الهاتف من لندن. عودة إليك أستاذ عبد الله. أستاذ عبد الله، سمعت حديث دكتور ياسين، هو يجد أن المسألة لابد أن تحل دبلوماسيا قبل أن نعطيها حجما أكبر منها. الزيارة يعني كانت من باب إنساني لأجل يعني توزيع المساعدات الإنسانية وغيرها من النقاط التي طرحها، هل تعلق؟ يعني أولا أنا أتفق مع الدكتور في مسألة أنهم أن هنالك استخدام إعلامي مضخم لما يحدث، اختراقات أو محاولة اختراق من قبل هذه المنظمات لعزلة الحوثيين، هنالك استخدام مضخم من قبل الآلة الحوثية وتكبير هذا الأمر. لكن أيضا أريد أن أشير على أن أنا قمت بإنزال مجموعة من المقالات حول أداء أوكسفام بالتحديد في اليمن، التي تحولت في اليمن من أداء الأداء الإنساني الذي لم يكن يعني بارزا على المطلق، بل وقعت في إشكالات كبيرة أنها كانت تسلم المساعدات إلى الحوثيين مباشرة الذين كانوا يذهبون لتوزيعها على أنها من الحوثيين، وبالتالي يكتسبون حتى حاضنة شعبية، ولم تكن توزع للمناطق الأكثر تضررا وإنها المناطق الأكثر محاولة من قبل الحوثيين لجذب مناصرين لهم. وبالتالي أوكسفام هي التي قادت عملية محاولة الضغط على الحكومة البريطانية في مسألة الأسلحة وتوريد الأسلحة إلى السعودية. هذه المنظمة منظمة تخلت في اليمن عن جانبها الإنساني تماما وتحولت إلى الجانب السياسي الذي هو واضح فيها العداء على الحكومة الشرعية. أريد فقط أن أوضح هذا الأمر. الأمر الأخير معذرة، أنا أقصد أن الحكومة الشرعية لديها الأدوات التي تستطيع فيها، ولهذا أعود لما ذكرته في النقطة الثانية، وهو أن هنالك تشريعات وقوانين منظمة لعلاقة هذه المنظمات بالحكومة الشرعية، وعندما تخالف هذه المنظمات تلك التشريعات والاتفاقات فإن من حق الحكومة الشرعية أن تحتج وأن تقدم هذا الاحتجاج وأن تنال ما تريده. وأنا ضربت أيضا مثالا بموضوع أبو الزلف، وعندما قدمت أدلة واضحة تم تغيير هذا الرجل. وبالتالي بالتأكيد هنالك محاولة، هنالك شغل للحوثيين
منذ وقت مبكر ومنظم إلى احتلال مكاتب هذه المنظمات في العاصمة صنعاء، وإلى تزويدها أو إدخال مناصريهم بل وأتباعهم إلى هذه المنظمات. أغلب المنظمات ومكاتبها في العاصمة صنعاء يديرها أو يشرف على العمل فيها يعني حوثيين عقائديين، واستطاعوا أن يصلوا إلى هذه المنظمات وأن يخترقوها. وبالتالي بالتأكيد على الحكومة الشرعية أن تكون منتبهة، لكن في يعني بعيدا عن الوقوع في فخ التضخيم والتهويل، لأنه لم تستطع هذه الميليشيا أن تنال شيئا خارجيا. نعم. لكن أستاذ عبد الله اسمح لي، يعني مسألة التضخيم يعني لم تأتي من قبلنا، يعني تأتي من الطرف الآخر الذي ضخم هذه الزيارة. نعم، وبالتالي هو يوجه رسائل للناس البسطاء أننا ما زلنا حكومة وأن الجميع يتعامل معنا والدولة الفلانية تبعث بممثلين لها. فبالتالي أنا يعني ما أعني هو ما الذي على الشرعية أن تقوم به، يعني هناك مضامين خفية وراء هذه الزيارة سواء من قبل من يقومون بها أو من يستقبلونهم هناك، يعني مثلا زيارة أعضاء مجلس العموم البريطاني يعني الذي تحدث عنها الدكتور ياسين، يعني هو تحدث أن هناك فعلا مضامين غير مفهومة ويجب أن تحل دبلوماسيا. مثل هذه الإشكالات كيف يمكن حلها؟ يعني حتى يعني اسمحي لي أن أقول أنه حتى لو كان هنالك أحد أعضاء العموم البريطاني قد زار اليمن وزار صنعاء وصعد بطلب من الأكسفام أو حتى بطلب شخصي أو برؤية شخصية، أنا يعني هذا الأمر لا يعكس حتى يعني رؤية الحكومة البريطانية ولا يعكس أيضا رؤية مجلس العموم البريطاني، وهو ليس مرسلا بتكليف من مجلس العموم البريطاني. هذا أمر لابد أن نشير إليه وأن نوضحه توضيحا يعني ليس فيه لبس. هو الرجل ليس موفدا وفدا رسميا، هو موفد بطلب من إحدى المنظمات التي عليها 1000 علامة استفهام في قضاياها الإنسانية في اليمن والسياسي وتداخل العمل الإنساني بالسياسي، وبالتالي يجب أن توضع في هذا الإطار. لا نستطيع في الأخير أن حتى في هذا الأمر أن تعترض الحكومة اليمنية، يعني ماذا ستقول؟ يعني أن تمنع أحد أعضاء البرلمان البريطاني من زيارة اليمن. المهم في هذا الأمر أن يكون هنالك وضوح في مسألة أن أي عمل إنساني يراد به أو عمل سياسي في الداخل اليمني يراد به أن يتغطى بغطاء إنساني، يجب على الحكومة الشرعية أن تكون واضحة وحاسمة في هذا الأمر، وألا يعني ألا تجعل الأمور أو أن تقفز على هذه المواضيع. أنا معك بكل وضوح، ما حدث خلال الأيام الماضية من محاولات التقاء بوزير خارجية الانقلاب أو ما تم إشاعته على تقديم أوراق اعتماد، كان بالمقابل هنالك صمت مريب من قبل الحكومة الشرعية وصمت مريب من قبل وزارة الخارجية الشرعية. هذا الصمت يعني يجعل من هذه الأقاويل تتسع وهذه المفاهيم تتسع وتتجذر. إذن نحن أمام مشكلتين، مشكلة عدم التوضيح والبيانات والحزم في هذا الأمر، وأيضا عدم استخدام الأدوات التي ذكرتها من تشريعات واتفاقيات في لجم هذه المنظمات في محاولة تسويق سلطة الأمر الواقع أو محاولة يعني أن تجعل منها الحكومة الانقلاب نافذة على الخارج، وهذا هو المطلوب، هذا هو ما تريده حكومة الانقلاب التي فشلت في تسويق نفسها على الإطلاق. فهي تريد أن تسوق نفسها من هذا الباب. بالتالي على الحكومة الشرعية هذين الخطوتين الهامتين في الجانب الإعلامي والتوضيحي والذي يضع الأمور في نصابها، مع أنه الآن وصلتني وصلتني أنه ليس هنالك من أي شخص من هؤلاء ذهب إلى صنعاء إلا بالترتيب مع الحكومة الشرعية وبالترتيب مع المعنيين في الحكومة الشرعية سواء وزارة الخارجية أو الوزارات الأخرى المعنية. هذا الأمر وصلني الآن، لكن هذا الأمر ليس واضحا للناس، ليس واضحا للعيان. لابد أن تكون الأمور واضحة وأن تكون شفافة. نعم، عند هذه النقطة نعم سأعود إليك أستاذ عبد الله لمناقشة هذه النقطة أكثر، لكن سمح لنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ علي هزازي الخبير بالقانون الدولي من الرياض. مساء الخير أستاذ علي. مساء النور العافية وجميع مشاهدي قناة تلقيت الفضائية. أهلا بك أستاذ علي، برأيك تسليم أوراق منظمات ووكالات دولية أيضا إلى سلطة غير شرعية، ما مدى مخالفة ذلك للمواثيق الدولية؟ الحقيقة أنه القانون الدولي يجرم ويدعو إلى استقرار النظم والحياة السياسية،
وبالتالي فيما يخص مسألة الانقلابيين في اليمن هم لم يحدثوا انقلاب كامل. الآن لو نظرنا على الأرض أو على الخارطة الحقيقية لوجدنا أقل من ما نسبته 30% ما يمكن أن تسيطر عليه ما يسمى بالسلطة الانقلابية. نحن أمام معادلة غير معادلة الانقلاب بمفهومه الواسع أو الشامل. لا يوجد التوصيف الدقيق لمسألة انقلاب. نحن لدينا ميليشيا ولدينا عناصر كانت في الجيش تحولت أيضا إلى ميليشيا تحت قيادة الميليشيا لمقاومة حكومة شرعية معترف بها في الأمم المتحدة ومعترف بها في الدول العربية ومعترف بها في الاتحاد الأوروبي ومعترف بها في كل دول العالم أمام الميليشيا. أيضا القرارات الدولية التي صدرت من 2011 وإلى اللحظة بما فيها أيضا القرار 2216 هو يوضح أن هذه الجماعة هي جماعة غاصبة وجماعة انقلابية وعليها أن تعيد الأمر على ما كان عليه قبل دخول صنعاء. نعم، إذا كيف تفسر التناقضات بين قرارات الأمم المتحدة وبين يعني بين قرارات مجلس الأمن عفوا وأيضا ما تقوم به منظمات الأمم المتحدة؟ هناك يعني تجريم لهذه الجماعة، هناك اعتراف حقيقي بالشرعية والحكومة في الشرعية، ولكن للأسف الشديد منظمات الأمم المتحدة تتعامل بعكس هكذا قرارات. مسألة المنظمات الأمم المتحدة هي أيضا معنية بشكل أساسي بالإضافة إلى الدول معنية أيضا بتطبيق القانون الدولي، القانون الدولي الإنساني. فيما يخص جماعة الحوثي هناك لدينا ما يسمى بالمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربعة، وهي تنص على كيفية التعامل مع الجماعة أو السلطة المغتصبة أو حتى الجماعة المسلحة الميليشياوية. ليس من أجل شرعنة ما تقوم به على أرض الواقع أو اعتباره كسلطة فعلية، لا، ولكن لمحاسبتها والتزامها أيضا بمعايير القانون الدولي، والذي يعود إلى المادة الثالثة المشتركة يجد أنها وضعت عدد من الشروط للاعتراف بأي جماعة أو مجموعة مسلحة أو طرف مسلح أو طرف نزاع مسلح. اليوم ما يحدث على أرض الواقع هو التعامل مع جماعة الحوثي باعتباره طرف مسلح. في حالة ما حدث أي توافق سياسي سيتم التناقش مع هذه الجماعة، ليست كسلطة أمر واقع وليست كنظام قائم على الأرض، ولكنها أيضا باعتبارها جماعة أو انقلابية غاصبة كما وصفت ذلك المادة الثالثة المشتركة، وأيضا كما وصفت ذلك الاتفاقيات التي ذكرناها الصادرة عن الأمم المتحدة مجلس الأمن بما فيها القرار 2216 بما فيها أيضا البيان الرئاسي الأخير الصادر في مارس 2016. كل هذه القرارات أو هذه المواثيق الدولية، أيضا لدينا ميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان أيضا يجرم مثل هكذا أعمال ويعتبرها غير شرعية، ويلزم أيضا المنظمات الدولية ويلزم أيضا الدول بعدم التعامل أو التعاطي معها. نعم، إذا شكرا جزيلا لك أستاذ علي هزازي الخبير بالقانون الدولي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. أستاذ عبد الله وأنتم مشاهدين الكرام اسمحوا لنا فقط بالذهاب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام، مرحبا بك مرة أخرى أستاذ عبد الله. أستاذ عبد الله، كنا قبل الفاصل نتحدث أو تحدثتنا عن أن لا زيارة قام بها أي طرف من هؤلاء الأطراف إلى صنعاء إلا بإذن الحكومة أو بمعرفتها. إذا كيف تعاملت الحكومة مع مثل هكذا زيارات؟ يعني ألا يضرها أن تخرج الميليشيا وسائلها الإعلامية بمثل هذه الأخبار وبأن ما زالت يعني المنظمات الدولية والمحافل الدولية تعترف بها كجهة رسمية؟ يعني بالتأكيد، ولهذا أنا قلت أن هنالك مسؤولية كبرى على موضوع الإعلام الشرعي والموضوع أيضا هذه المؤسسات الشرعية التي من المفترض أن لها علاقة مباشرة بعمل هذه المنظمات. لكن أيضا أريد أن أنوه إلى أمر مهم، يعني ونحن نتحدث عن تماهي بعض هذه المنظمات أو بعض شخصيات هذه المنظمات مع السلطة الانقلابية، لا ننسى أنه أيضا ضمن الأداء الراخو للأمم المتحدة بشكل عام. نعم. الذي هي توصف الميليشيا الحوثية على أنها جماعة متمردة منقلبة على الشرعية وأن هنالك حكومة شرعية، لكن هذه الأمم المتحدة في جميع تعاملاتها مع الانقلاب ومع الشرعية
يبدو أنها تريد أن تساوي بين الطرفين، وهذه هي معركة كبرى تخوضها الشرعية وأدواتها مع مبعوث الأمم ومع الأمم المتحدة ومع بعض إرادات القوى الكبرى، وبالتالي هو جزء من هذا التماهي ومحاولة من هذا التماهي، لكن يجب أن يكون هنالك مواجهة واضحة. أنا لماذا أنوه دائما لموضوع أبو الزلف؟ لماذا كان نجاح كبير للدبلوماسية اليمنية أو للحكومة الشرعية أن يكون لديها ملاحظات على أبو الزلف؟ لأنها استندت على ما ذكرت لك من تشريعات واتفاقيات تنظم العلاقة بين المنظمات الدولية والدول. نعم. أريد أن أوضح مسألة، أنه لا يحق لأي منظمة من المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة العمل على أرض، على أي أرض، على أي أرض دولة إلا بالتنسيق والموافقة الكاملة والتعامل الكامل مع الحكومة الشرعية فيها، وفي حال عدم وجود هذا التعاون وهذا التنسيق فإن وجود هذه المنظمات يصبح غير شرعيا وغير يعني قانونيا في الدولة. نعم، لكن الحكومة الشرعية تنطلق من هذه المنطلقات ولديها الأدوات لتحجيم دور هذه المنظمات، حتى وإن حاولت هذه المنظمات أن تجعل من تحركاتها أو تغلفها بغلاف إنساني خادع كاذب. هنالك كثير من التصرفات التي حدثت، على الأقل الحكومة تطالب ببيانات واضحة ومحددة من هذه المنظمات بعد كل زيارة، ماذا كانت هذه الزيارة، ما فحواها، حتى لا يستطيع الإعلام. نعم، لكن إلى الآن، نعم أستاذ عبد الله، لكن إلى الآن لم تستطع الحكومة سحب هذه المنظمات للعمل على أرض عدن، يعني على الأرض التي تحكم منها الشرعية. يعني لا تنسى أن هناك إعلان عن 3 وظائف أيضا استشارية في مكتب المبعوث الأممي في صنعاء، يعني كلها رسائل تصب في أن العمل ما زال من صنعاء وبأن المكاتب الموجودة هناك هي العاملة، واللقاء بكل أطراف الحكومة التي هناك هي الرسمية بهذا الشكل. كان هنالك عذر لدى هذه المنظمات في موضوع عدم الاستقرار في عدن. الآن الحكومة الشرعية توضح لهذه المنظمات، واجتمع رئيس الوزراء بأكثر من هيئة ومنظمة على مستوى الأمم المتحدة لتوضيح أن الآن هنالك مكان آمن يتواجد فيه رئيس الجمهورية والحكومة، وعلى هذه المنظمات أن تعود إليها. لكن قبل ذلك كان هنالك لقاءات مع هذه المنظمات، لم تكن في عدن لكن في خارج عدن، في خارج اليمن، وذلك نظرا لعدم تواجد هذه المنظمات. هنالك أخبار على أن بعض هذه المنظمات ستعود إلى عدن، لكن أنا أقول أن في كل الأحوال هنالك إشكالية في أداء الحكومة الشرعية في هذا الملف، وأنا ذكرت من البداية لديها أدواتها لكن ليس لديها للأسف الفعل الحقيقي الواضح على الأرض. وبالتالي هل هنالك تحركات يعني ربما تقوم بها الحكومة الشرعية مباشرة مع الأمم المتحدة؟ هل هذا التأكيد بأن هذه الزيارات كلها زيارات منسق لها ومرتب لها مع الحكومة الشرعية وأن هدفها الوحيد هو هدف إنساني؟ هذا أمر سؤال يجب أن يطرح على الحكومة الشرعية، لأننا لا نفهم، لأنه ليس لدينا المعلومة الكاملة والوافية. لكن المهم في ذلك أن نفهم جميعا أن هذه المنظمات إذا ما ترك لها الحبل على الغارب فهي ستذهب بعيدا في التعامل مع الانقلاب ومع حكومة الانقلاب. ويبدو أنها يعني هنالك مسألة تتعلق بالتبرعات، تتعلق بالأموال التي تعطى والتي تدفع لهذه لأنشطة هذه المنظمات. هنالك إشكالات كبيرة وفساد كبير في هذا الإطار، هنالك يعني أرقام مخيفة في ما هو إذا يعني ما هو المبالغ الأخيرة التي تصل إلى المستفيد الأخير، وكم يستفيد هذه المنظمات وموظفوها والعاملين عليها من خلال هذه التبرعات. هنالك إشكالات وتفاصيل خطيرة جدا في هذا الباب، تجعل من هذا الأمر لابد أن يكون لدي يعني أن تكون الحكومة واضحة. إذا عند هذه النقاط أستاذ عبد الله دعني أنقلها لضيفي عبر الهاتف الدكتور فيصل عواضي مستشار وزير الإعلام من الرياض. مساء الخير دكتور فيصل. مساء الأنوار عليك وعلى ضيفك الكريم وعلى الإخوة المشاهدين جميعا. أهلا بك معنا دكتور. يعني ونحن نتحدث عن السياسة الدولية في التعامل مع الحكومة اليمنية وعبر منظماتها وعبر مكاتبها أيضا، هل هناك قفز من قبل هذه المنظمات على الحكومة الشرعية أم أن هناك تنسيق مسبق بين الجانبين لذهابها إلى صنعاء والتعامل مع الحكومة الانقلاب هناك؟ طبعا بالنسبة للمنظمات الدولية سبق لمسؤولين كبار في الحكومة الشرعية وعلى رأسهم الأستاذ عبد الرغيف فتح رئيس اللجنة العليا للإغاثة أن اشتكى
من هذه المنظمات، بل ووجه لها كثير من الانتقادات لعملها كونها حصرت نفسها وسجنت نفسها في صنعاء، وأصبحت تعبر عن توجهات الانقلابيين للأسف الشديد. كما أن تقارير منظمات الأمم المتحدة العاملة في مجال حقوق الإنسان أو المنظمة الدولية بشكل عام تعرضت أيضا لكثير من الانتقادات، وتقدمت الحكومة بكثير بإيضاحات حول التقارير التي كانت ترفعها وتقدمها. فهناك علامة استفهام كبيرة تشوب عمل هذه المنظمات، والآن طبعا وجهت لها الدعوة للانتقال إلى عدن، وذهب مدير أو مساعد الأمين العام للشؤون الأمنية للأمم المتحدة إلى العاصمة عدن للاطمئنان على الوضع الأمني، والتفاوض جاري على أساس أنها تنتقل إلى عدن. نعم، طيب ماذا عن مستوى التواصل بين الحكومة وبين تلك المنظمات من خلال هذه الزيارات؟ يعني هناك أحاديث تقول بأن لا يعني أي زيارة لهذه المنظمات إلى صنعاء يتم عبر التنسيق مع الحكومة، ما مدى ذلك؟ هو طبعا هذه المنظمات يعني كل نشاط الأمم المتحدة في اليمن تم تمويله من قبل خادمة الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، عندما أطلقت الأمم المتحدة نداء استغاثة أنها بحاجة إلى يعني 273 مليون دولار، عبارة عن مليار ريال سعودي. تقدم الملك يعني الملك سلمان أعلن عن تكفل المملكة بتغطية كامل المبلغ، وتم التوقيع على عقود مع هذه المنظمات حسب أنشطتها ومشاريعها داخل اليمن. طبعا المنظمات موجودة إدارتها هنا وتنسق مع اللجنة العليا للإغاثة أو مندوبيها هنا، ينسق مع لجنة العليا للإغاثة ومع مركز الملك سلمان على مستوى اليمن، وليس على مستوى أنهم يذهبون إلى صنعاء. لكن جزء كبير من الضغوط عرضه هذه المنظمات مشروع الأغذية العالمي، الذي دائما قوات الأغذية التي الإغاثة هي في مجال الإغاثة، الإغاثة في مجال سيرها تتعرض للاحتجاج من قبل الميليشيات نعم، هذه النقطة الأهم دكتور فيصل، يعني ما فائدة هذه التمويلات التي تذهب لهذه المنظمات التي ترسلها تماما وتسلمها مباشرة ليد الميليشيا عبر مكاتبها في صنعاء، ولا تصل إلى كافة المناطق في اليمن حسب ما هو يعني موضح لديكم؟ يعني أنت تحدثني عن أنها يجب أن تذهب إلى اليمن جميعا، وهي ليست المرة الأولى، لا ننسى كم عدد القوافل منظمات الغذاء العالمي التي احتجزت وذهبت فقط للمناطق التي تسيطر عليها الميليشيا. هناك فلسفة لدى مركز الملك سلمان أنهم لا يعملون وفق أجندة سياسية، لهذا هم يعني لم يستثمروا المناطق التي تحت سيطرة الميليشيا الانقلابية. لكن طبعا هناك قوافل، لا ننكر أن هناك يعني قوافل إغاثة وصلت إلى كثير من المحافظات عدا تلك التي تقع تحت سيطرة الميليشيات، تسيطر الميليشيات جزء وتوزع الجزء الآخر على أنه من إيران وتبيع جزء ثالث وهكذا. لكن مع ذلك نحن نقول لابد أن يصل إلى المواطن شيء مهما كانت الصعوبات ومهما كان ضآلة هذا الشيء، المهم في الأخير يستفيد منه المواطن، حتى وإن ادعت الميليشيات أنها هي من قدم هذه المعونات أو جاءت من إيران. نعم، إذا شكرا جزيلا لك دكتور فيصل عواضي مستشار وزير الإعلام، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إليك أستاذ عبد الله. أستاذ عبد الله، يعني إذا كيف تقرأ توجه المجتمع الدولي يعني من خلال أو مع ملف الأزمة اليمنية، هل من خلال قنوات الحكومة الشرعية أم أن لها طرق أخرى تلتوي بها وقنوات اتصال أخرى مع الميليشيا؟ يعني للأسف يعني لا نستطيع أن نفصل الملف السياسي أو الخط السياسي عن الملف الإنساني الذي أصبح للأسف متداخلا. يعني حتى الإنقلابيين عندما في بعض الأحيان يضغطون على بعض هذه المنظمات لكي نسمح لكم بالعمل والتحرك الإيجابي، لابد أن تقوموا معنا بمثل هذه الشو الإعلامي، يعني وهذا ما حدث لأكثر من منظمة، وبالتالي كان بعضها، أنا أتحدث عن بعضها، كان مرغما على أن يجري مثل هذه اللقاءات وأن يدخل في إطار الشؤون الإعلامي والآلة الإعلامية للحوثيين وصالح.
وبالتالي ليس هنالك فصل بين الجانبين. كما ذكرت لك ايضا أكسفان في اليمن تتحول كليا من الانساني الى السياسي، وتوظف كل شيء من اجل السياسي، وتدعم الحوثيين بشكل غير طبيعي وغير مفهوم. ايضا ما ينعكس على المسار السياسي وعلى اداء الامم المتحده ينعكس ايضا على منظمات الامم المتحده، وبالتالي لابد ان تكون هنالك يعني عين فاحصه وحسم وعزم من قبل الحكومه الشرعيه على ملاحقه مثل هذه التصرفات، والا تسمح، وهذا من حقها، الا تسمح بان تخرج هذه المنظمات عن ادائها وعن وظيفتها الانسانيه. كيف استاذ عبد الله، كيف يمكن ان تقوم الحكومه بذلك، بعدم السماح لهذه المنظمات بعدم الخروج عن خطها الانساني، يعني ان تجعلها ان تلتزم مسارها العملي حقيقه، وايضا ان تفرض على المجتمع الدولي التعامل معها كحكومه شرعيه كما يعني يصرحون دوما؟ ان تتصرف كحكومه شرعيه تربطها مع هذه المنظمات مواثيق واتفاقيات واضحة، وتربطها مع الأمم المتحدة اتفاقيات واضحة، وأن تحدد بالضبط أداء وسلوك هذه المنظمات، وأن لا تنطلق هذه المنظمات إلا بالتنسيق الكامل مع الحكومة الشرعية. يجب أن تشعر الحكومة أنها حكومة شرعية ومعترف بها، وكما كان لها مواقف في موضوع مكتب مفوضية حقوق الإنسان، وكان موقفا حاسما وواضحا وحازما، يجب أن يكون أيضا لديها مواقف أخرى مع منظمات أخرى، وأن تطالب بالتوضيحات. إلى الآن الحكومة يعني تشتكي من قلة البيانات من هذه المنظمات، ليس هنالك بيانات من قبل هذه المنظمات مع أنها تتحرك على الأرض. ليس هنالك مشكلة أكبر من ذلك، موضوع أن هذه المنظمات تتحجج بالحالة الأمنية في اليمن وتقل من تواجدها، أو تتعامل مع ما تسميها المناطق الآمنة في مفهومها، وهي المناطق التي تقع تحت سيطرة الحوثيين، وهي تختفي من مناطق أكثر أمنا، ولكنها تتواجد في مناطق أكثر خطورة في بقية العالم، دون أن يعني أن تتحجج بهذا الأمر. هي تصل في بعض الأحيان إلى مناطق أكثر خطورة من اليمن. هنالك إشكالية أيضا كما قلت لك في موضوع التمويل، هنالك إشكالية كبيرة ورهيبة، ما يدفع لتمويل الإغاثات لا يصل إلى الناس حتى 20% منه، والبقية يذهب إلى رواتب وتأمين مجهود حربي وخطوط وغيرها. ثم هذا 20% 10 منها يعني يصادر كمجهود حربي، وأيضا يصادر لكي يوزع باسم الحوثيين وصالح. هنالك جهد كبير على الحكومة الشرعية أن تتصرف كحكومة شرعية معترف بها، وهي عضو في منظمات الأمم المتحدة وفي الأمم المتحدة، ولديها من الشرائع والاتفاقات ما تستطيع به أن تلجم كثيرا من هذه المنظمات. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الله إسماعيل المحلل السياسي، كنت معنا عبر سكايب من القاهرة. شكرا أيضا للضيوف الذين كانوا معنا عبر الهاتف، دكتور ياسين سعيد نعمان سفير اليمن لدى المملكة المتحدة البريطانية، الدكتور فيصل عواضي مستشار وزير الإعلام، والأستاذ علي هزازي الخبير بالقانون الدولي. كما هو لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن نلتقيكم في مساء يمني جديد في الأسبوع المقبل. كونوا برعاية الله وأمنه.